عمل إدارات وزارة الداخلية المعنية على اتخاذ كل ما يلزم في إطار الاستعداد للعام الدراسي. فبجانب الإجراءات التنفيذية، تأتي هذه الجهود انطلاقا من منهجية الشراكة المجتمعية والتواصل مع كافة الأطراف المعنية. وفي هذا الإطار، تقوم الإدارة العامة للدفاع المدني بحملات تفتيشية على المدارس للتأكد من اشتراطات السلامة في المدارس، والحملات التوعوية لرفع وعي الطلبة وأولياء الأمور بالتعليمات والأنظمة والإرشادات التوعوية من منطلق دورها الإنساني ومسؤوليتها في حماية السلامة العامة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع، ينضم لنا عبر الهاتف النقيب محمد إبراهيم الرئيس، ضابط بالإدارة العامة للدفاع المدني. أهلا مرحبا فيك وحياك الله. جميعا وفي المستمعين، طبعا في البداية حابين نتكلم عن الحملات التوعوية في مجال السلامة اللي تقومون بها بالتزامن مع بدء العام الدراسي، وأبرز المحاور اللي تغطيها هذه الحملات. طبعا نعم، حملة السلامة في المدرسة يقوم فيها مكتب العلاقات العامة بالإدارة العامة للدفاع المدني بالتزامن مع بدء العام الدراسي. طبعا نستهدف هاي الحملة جميع الطلبة والطالبات من خلال نشر رسائل، فيديوهات وصور في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، أيضا من خلال زياراتنا المختلفة لمدارس ومجمعات التجارية في مملكة البحرين، نقوم فيها بتوزيع البروشورات، المطويات والهدايا التشجيعية التوعوية. طبعا ايضا من جانب اخر، الموقع الالكتروني للمنصه الوطنيه للحمايه المدنيه، هناك يعني قسم خاص فيه يتحدث عن السلامه في المدرسه. فانا اتمنى طبعا من جميع الطلبه والطالبات ايضا اولياء الامور زياره هذا الموقع وتثقيف روحهم بشكل اكبر. نعم، يعني بعد هناك سؤال مهم، يعني كيف يمكن للمدارس التاكد من جاهزيتها يعني من الناحيه الامنيه والسلامه ايضا في حاله الطوارئ؟ يعني المدرسة يجب عليها في البداية وضع خطة الطوارئ والإخلاء، أيضا تدريب الكادر التعليمي على خطة الطوارئ، الإسعافات الأولية واستخدام طفايات الحريق. أيضا من الضروري على المدرسة تأكد من وجود جهاز الإنذار، طفايات الحريق ومعدات الإسعافات الأولية. وبالأخير يجب عليهم أيضا العمل التفتيش الدوري على المباني للتأكد من استيفائها جميعا من معايير السلامة. ما هي الإجراءات الواجب اتباعها داخل المدارس لضمان سلامة الطلاب في حالة حدوث لا سمح الله حريق أو أي طارئ آخر يعني من هذه الناحية؟ نعم، الإجراءات الواجب اتباعها لضمان سلامة الطالب نقول في حال حدوث حريق لا سمح الله، هي في البداية تفعيل جهاز الإنذار المبكر والتواصل مع الجهات المعنية، إخلاء المدرسة بشكل منظم، يعني يتأكدون أنه ما يصير في تدافع خاصة في السلالم، جمع الطلاب في نقطة التجمع المحددة مسبقا، أيضا يعني الله لا يقول في حال وجود إصابات نقدم الإسعافات الأولية في حال إصابات البسيطة لا سمح الله، وفي النهاية طبعا ما نعود إلى المبنى إلا بعد زوال الخطر. يعني أنا أتوقع أن هناك في تعاون بينكم وبين الدفاع المدني والجهات التعليمية، يعني كلمنا عن هذا الجانب. نعم طبعا، دائما دعما لنهج وزارة الداخلية هي الشراكة المجتمعية، فيعني هناك تعاون كبير بيننا وبين وزارة التربية والتعليم على تقديم ورش عمل، محاضرات على مدار العام. نعم. سواء للطلبة أو أيضا للكادر التعليمي. طبعا المحاضرات الورش عمل دائما ما تخص عمليات الإخلاء، الإسعافات الأولية، استخدام طفايات الحريق وغيرها من السلامة العامة. وطبعا مؤخرا دشنت الإدارة العامة للدفاع المدني شخصية قيد، رجل الدفاع المدني. هذه الشخصية نحاول من خلالها توصيل رسالتنا التوعية للأطفال، للطلبة، للطالبات بشكل يعني سلس وسهل. يعني هدفها هاي كامل بإذن الله لخلق مجتمع واعي عارف كيف يتعرف ويتصرف في حالات الطوارئ. وأخيرا دائما احنا يعني بإذن الله نتمنى انه يكون يعني عام دراسي آمن على الجميع وخالي من الحوادث بإذن الله. اللهم امين، وشكرا على هذه الجهود الحثيثة واللي نلمسها حقيقة. النقيب محمد إبراهيم الرئيس، ضابط بالإدارة العامة للدفاع المدني.